وفي حلب بحث المحافظ محمد وحيد عقاد مع الجهات المعنية في المحافظة سبل توفير احتياجات المواطنين الغذائية والصحية الأساسية والآليات المناسبة التي تسهم في تخفيف المعاناة. ودعا محافظ حلب المعنيين إلى ضرورة العمل بشكل جاد وحثيث وتكثيف الجهود لتوفير المستلزمات المعيشية للمواطن والاهتمام بتحسين أوضاعه ووضع كل الإمكانات المتاحة في خدمته من دون أي تقصير والتصدي لكل ظواهر الخلل والفساد من أجل التغلب على الظروف الصعبة التي تمر بها المحافظة. وقام محافظ حلب بجولة تفقدية إلى أسواق مدينة حلب وإلى فرن الحمدانية الآلي وصالة الرازي للاطلاع على توفر المواد الغذائية ومادة الخبز بعد وصول كميات جيدة من الدقيق والمحروقات ووصول قوافل غذائية بما من شأنها الإسهام في حل الأزمة قريبا والتي تسبب بها حصار العصابات الإرهابية. ووجه عقاد المسؤولين عن الأفران ومنافذ البيع العامة والأسواق بضرورة العمل على مدار الساعة حتى انتهاء أزمة الخبز في حلب وتوفير الاحتياجات الغذائية الضرورية للمواطنين بأسعار مقبولة. بالنار 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 أسعار عالية، يعني أسعار ضرب 3 4 5، يعني كفر هذا. مين بتحمل المسؤولية؟ التجار والاحتكار والناس والعالم اللي مخبي البضائع هي كانت، وتسكير الطريق هذا كمان. يعني اسعار مواد غذائيه كيف؟ بالنار بالنار. يعني تصور انت شيلها من باقه بقدونس اليوم، جرزه بقدونس حقها 50 60 ليره سوري وما في. هذا ذنب حلب، انه حلب مؤيده ابطاله الفرق. يعني بقولوا لك عينك من نخربها فوق راسكم، عم بيخربوها فوق راسنا. وما بعرف الحل. يعني على مين بتحمل المسؤوليه؟ شو بتطلب من الدوله؟ مبينين مين السبب. يعني في غير هالكلاب؟ ما في. يعني حاج، يعني نحن بنطلب انه يعني الدوله تتدخل. عادت اليوم دوله الحياه الى مخابز حلب، ومثل ما احنا شايفين عمالنا واخوتنا في المخابز عاهدونا على العمل على 3 ورديات في اليوم حتى يتم تامين رغيف الخبز للاخوه المواطنين الذين عانوا ما عانوا من الارهاب. ولكن كما قال الحلبيون، سناكل التراب ولن نركع، سوف نستمر في الحياه وسوف ندافع عن هذه المدينه الفاضله حتى اخر قطره من دمائنا. بعد ان توفرت مستلزمات الانتاج وخاصه مادتي الدقيق والمازوت من اجل عمل المخابز الاليه، فقد بدانا العمل في هذا اليوم. سنعمل على مدار 24 ساعه وحتى خلال ايام العطل الاسبوعيه، وذلك من اجل تامين حاجه اخوتنا المواطنين.